موضوع الانتحار هو ظاهرة من parle de fait social, un phénomène social, mais aussi un problème de santé publique. Donc ظاهرة. لكن مش معناها ان الانتحار ما كانش موجود قبل. Donc ce qu'on appelle un phénomène ancien nouveau. يعني كان موجود قبل وموجود حتى في التاريخ والكل. لكن علاش تو وعلاش بعد الثورة ولينا نحكيوا عليه أكثر وعلاش تفاقم؟ دونك الموضوع هذا خليني خدمة باش نخدم على الانتحار وخاصة عند العاطلين عن العمل. علاش؟ على خاطر تعرفوا اللي محمد البوعزيزي هو اللي كان أول واحد اللي بدا بالانتحار اون فادير واللي خذات يعني الموضوع خذا امبلوغ كبير والناس ولات تحكي عليه ولا لو سامبول دو لا ريفولوسيون. العوامل اللي تؤدي للانتحار هي متعدده, يعني كما احنا نعبروا عليها بالعوامل, فما البريمير سكوندير وتيرسيير اكسيتيرا. معناها بعباره اوضح, فما عوامل مثلا نفسيه, فما عوامل اجتماعيه, فما عوامل اقتصاديه, وفما عوامل اللي تهم الجنس والفئه العمريه وتهم زادا تختلف من ثقافه لثقافه اخرى. احنا جيت بيريود بعد الثوره اللي ولينا نحكيو الناس تحس فما انجستيس سوسيال. مثلا بديت بمحمد البوعزيزي اللي قال انا عاطل عن العمل واو كيفاش جاي ونحاول البرويته نتاعي اكسيتيرا. دونك حس بالظلم, اون ديتريس بسيكولوجيك, اون سوفرانس اللي خلاته يخمم في الانتحار. لكن هذا مش بيان سور اون بو با لو كونسيديري كوم le bon exemple à mon avis et à mon sens. علاش؟ على خاطر فما برشا ناس تحس في نفس السوفرانس لكن ما يمشيوش للانتحار. دونك لهنا علاش فما ناس يمشي للانتحار وناس لا؟ لهنا نرجع ونقولوا اللي فما ناس بري ديسبوزي على خاطرهم فراجيل نفسانيا, على خاطر حسوا بالظلم والاحساس هذا سي سوبجيكتيف, يعني مش انا وياك, انا وانسان اخر ما نجموش نحسوا نفس الحاجه بنفس الطريقه. وهوك علاش مش العاطلين على العمل الكل يمشيوا للانتحار؟ علاش فما مثلا الناس تمشي للانتحار alors que فما مثلا عاطلين عن العمل اللي هما لي ديبلومي دو سوبيريور هما اقل ناس ينتحروا؟ دايوغ فما واحد ولا اثنين, مي اغلبيتهم يلتجئوا لدوتر استراتيجي, اليات دفاعيه اخرى واللي هي بلوز افيكاس. وحسب الاحصائيات الناس اللي ماهمش قارين هما اللي يلتجئوا اكثر للانتحار. قبل ما كناش نسمعوا برشا في حكاية الانتحار, حتى لو كان فما أكيد كان موجود لكن مش بدرجة كبيرة على خاطر ما نسمعوش بها, على خاطر في الميديا جوستومون في الإعلام ما نحكيوش عليه برشا. وتعرفوا اللي قبل 2011 ما كانش نسمعوا بالحكاية هذه برشا بيان كو هي موجودة. هذه من ناحية. ثاني حاجة, ما فماش برشا بحوث اللي تحكي على الإحصائيات, يعني تتعدى على الأصابع. ثالث حاجة, فما موضوع سكو نابيل لي في دو كونتاجيون دو ووتر اللي هو هذايا لو ميميتيزم. من بعد محمد بوعزيزي الناس ولات ترى فيه كوم ايرو, دونك ولاو يراو فيه انسان والله مسكين لكن انسان عمل حاجه. سي سكو نابيل كيما يسميها دوركيم لو سويسيد التخويست, حب يعمل حاجه للي شومور الكل, هو يسي ساكريفي يسي دوني لا مور والكل. دونك الناس ولات ترى فيه محمد بوعزيزي يحكيوا عليه الناس الكل ولهنا والبرا اكسيتيرا. دونك الناس يقول لك باش نوصل للهدف نتاعي انا نمشي ننتحر, اي سورتو بار لوتو ايمولاسيون بار لو فو, حرق الذات حرق النفس. ما فماش حاجه اقوى واصعب وتوجع اكثر من انه واحد ينتحر بحرق النفس. ما كانتش موجوده برشا قبل, كانوا الناس يشنقوا رواحهم ياخذوا تويات اكسيتيرا, لكن باش واحد يحرق روحه حاجه صعيبه برشا تستحق برشا معنيها كوراج. سي تا ميساج ادريسي
انا نحب ان نحسس الناس بطريقه سبيكتاكولاري تياترال، يعني الناس كل تشوفني تتفرج اللي انا قاعد نعيش في سوفرانس. ابل دو سكور اللي ما كانش موجود قبل، معني حتى الناس كي كانوا يقولوا اسمعوني راني ما فهمتش، شكون ما لقيتش شكون يفهمني، شكون يسمعني، يحس بيا، ما يسمعك حد. لكن وقت اللي نعمل انا نحرق روحي، الناس باش تخزر لي اوبليغاتوارمون، باش يشوفوني، باش يحكيوا عليا، باش يسمعوني. والاعلام بالطبيعه ساهم في الحكايه هذه. المستوى الاجتماعي والاقتصادي عنده دور كبير، لكن اذا كان فما جهات معينه اللي نلقاو فيها الانتحار اكثر من جهات اخرى، فما الطابع الثقافي، فما زاد الايديولوجي. اذا كان فما ناس مثلا نلقاو في سيدي بوزيد، في قفصة، في قروان، ناس تنتحر اكثر. اكيد الناس اللي تلقاها محرومة من برشا حقوق اقتصادية، ولا ظروف عايش صعيبة، ولا عندهم مشاكل معنيها متاع فلوس، هي اللي تخليهم يحسوا برويحهم مارجيناليزي، اكسكلو، يحسوا برويحهم اللي هما ما همش عاطينهم حقهم كما في جهات أخرى، تخليهم يحاولوا باش يوصلوا صوتهم وبالطريقة اللي تكون جوستومون سبيكتاكولار وتياترال. الرجال تنتحر أكثر، لكن النساء تحاول باش تنتحر أكثر من الرجال. علاش؟ على خاطر الرجال تلقى كي يوصل ان سارتان سوي دو توليرانس بسيكولوجيك ويولي ما عادش يستحمل. واحد وقت اللي يلقى روحه وصل العمر باغزومبل الراجل وهو عنده ديبلوم وعنده يحب يخدم ويحب يعرس ويعمل عائله والكل، ويلقى روحه ما ينجمش يعمل الشيء هذايا الكل، يحس بروحه اللي هو معناها مضطهد ومظلوم، وفما انجستيس سوسيال اللي تخليه ما عندوش حتى حل اخر. بار كونتر طفله باغ اكزومبل تقول لك بون انا داكورد وما نخدمش تو، لكن ممكن نجم نعرس ونلقى شكون يتلاقي بيا، وها والعائله ونظره المجتمع مش كيف ما مثلا الراجل اللي ما يخدمش كيف ما الطفله اللي ما تخدمش. هذا من ناحيه. ثانيا زاده فما عوامل نفسيه اللي البنات تخاف ما تجيش. تري غار ممكن كان تجي تشوف، انا في البحث اللي عملته فما اون فام سور 30 بيرسون في ليشانتيون اللي خديته اللي حرقت روحها وكانت امراه دان سارتان اج، لكن الاخرين كلهم رجال. دونك عندهم زاد سكون ابل شويه لو سونس دو نارسيسيزم، دو فيريليتي، دو القهر ما نحملوش، ما نحملش الظلم. دونك ينجم هو اللي يخليه اكثر يمشي وبطريقه زاد خويه برشا اللي هي حرق النفس. الناس على الاول كانت تنجم تقول شوكي تروماتيزي، وسورتو احنا في مجتمع اسلامي واللي الانتحار ما يجيش واكسيتيرا. لكن من بعد وقت اللي ولا الناس تبدلت شويه النظره هذه، وقت اللي البوعزيزي ولاو يراو فيه مثلا ايرو بطل، والله ما يسالش هو على خاطر بور ديفوندر لا بون كوز. دونك فما نظره تغيرت وقت اللي ولينا على الناس كل حرق روحه كيفاش هذيا. لكن من بعد ولات مدراماتيزاسيون، ولات فما باناليزاسيون دو لاكت، يعني ولينا نسمعوا بها عادي. كل واحد عنده بار دو ريسبونسابيليتي في الموضوع هذايا. والتوا دايوغ حتى ولو نسمعوا هاكم تشوفوا قاعد تزيد الحكايه هذيا، لكن ما حناش نشوفوا في ديزاكسيون كونكريت. الناس كل تحكي على الموضوع وتفاقم وفما دي شيفر سكي بيان اللي تو مثلا ولينا نسمعوا مثلا لوبسيرفاتوار سوسيال تونيزيان ولا يعطي في ارقام دوبي 2015 ويحدد في الجهات، يحدد الفئات العمريه، يحدد قداش عندنا من صغير، قداش عندنا من جون ادولت، قداش من مسن معناها ينتحر اكسيتيرا. لكن الاشكال يبقى علاش؟ يعني الاسباب والعوامل هي اللي قعدت نجم نقولوا محتشمه شويه، ما عندناش برشا بحوث في الموضوع هذايا.